السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتبداو الاسبوع ديالكم بالخير والتفاؤل والطاقه الايجابيه باذن الله. الفيديو اليوم ان شاء الله غيكون عن تنظيف افكار حيل ومنظفات بيتيه، خليكم معايا يلا نبداو على بركه الله. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. طه طه طه. اول حاجه حابه نشارك معكم وهي التنظيف الاسبوعي للزرابي. غنعملوا واحد التنظيف اللي هو تنظيف جاف، يعني بدون استعمال الماء، لكن تعطي واحد النتيجه رائعه. غادي نحتاجوا لها واحد المقدار ديال البوراكس، مكون البوراكس، ومقدار من البيكربونات الصودا، وكذلك 10 اوراق من سيدنا موسى او اوراق الغار، وممكن حتى نعوضوهم بالقرنفل. تنطحنوهم مع بعض جيدا كيف تشوفوا امامكم. وقبل ما نستعملوا هذا الخليط هذا فوق الزربيه، فضروري ما ندوزوا المكنسه الكهربائيه جيدا باش نهزوا اي حاجه كانت فيها. انا ذاك تنقوم برش الخليط ديالنا على الشكل الموضح امامكم، يعني باستعمال شبكه للعيون ديالها صغيره او غربال. فهاد الطريقه هذه فتتسمح للخليط انه يوصل لكل مكان في الزربيه، وهذه المساله جد ضروريه. تنخليو هذا الخليط هذا يتفاعل لمده 24 ساعه، ومن بعد مرور 24 ساعه فحنا تنرجعوا ندوزوا المكنسه الكهربائيه باش نحيدوا الخليط ديالنا منها. وللتوضيح فبيكربونات الصودا تساعد كثير على القضاء على كل مسببات ديال الروائح كالفطريات وغيرها، ومسحوق البوراكس فهو يزيل البقعه، وهو اصلا تستعمل كمكون اساسي في مسحوق غسيل الملابس لانه يزيل البقع كيف قلنا. ولهذا بالنسبه للسيدات اللي ما متوفرش عندهم مسحوق البوراكس فممكن التعويض ديالو باي مسحوق غسيل الملابس. ومن بعد مرور 24 ساعه فالزربيه تصبح نظيفه والالوان ديالها كانهم تسترجعوا البريق ديالهم، يعني النتيجه جد مرضيه واحسن بكثير من استعمال بيكربونات الصودا وحدها. والان غادي نشارك معكم طريقتي في تنظيف الجفنه ديال الحمام وكذلك الدوش، واحد الخلطه اللي هي سحريه وبسيطه وبهدف نبين لكم المدى الفعاليه ديالها. فخليت الدوش يتسخ عن قصد، وهذا الشيء اللي هو اللي تتشوفوا امامكم اعزكم الله، المهم راه مقصود كيف قلت لكم. وعاده الا وصل الحمام لهذه الحاله فهو تيطلب منا كميه كبيره من المنظفات وجهد كبير وحكان كثير، ولهذا تجنب لهذه الامور كلها فتنستعمل واحد المنظف بيتي سحري تتكون من مكونين فقط اللي هما منظف الاواني وكذلك بيكربونات الصودا. تنستعملوا هذه المكونين بنفس المقدار، وممكن نضيفوا عليهم بعض القطرات من زيت شجرة الشاي. هذا المكون اختياري لكن عنده دور كبير بحيث أنه تساعد على التخلص من الفطريات اللي ممكن تكاثر عندنا. صافي تنخلطوا هادشي جيدا وتنحصلوا على واحد الخليط كيف تشوفوا امامكم، او واحد المنظف اللي غادي ندوزوه على الحمام ديالنا كامل باستعمال اسفنجة او بونجة كيف ما هو موضح امامكم. غندوزو على الحمام كامل، ولو يكون عندكم الزليج فهو كتير فعال كذلك على الزليج. تندوزو عليه هكا بدون فرك بدون حكان، فقط الهدف اننا نوصلو المسحوق ديالنا لكل مكان حابين ننظفوه، وتنخليو على هذا الشكل هذا لمده ساعه زمن على الاقل. ومن بعد مرور ساعه من الزمن فالمنظف تيكون تفاعل، وتنبداو نفركو غير بشويه باستعمال الماء والخل الابيض. علاش نستعملوا الخل الابيض مع الماء؟ لانه تتفاعل مع بيكربونات الصودا وبالتالي تعطي واحد النتيجه احسن بكثير، وكذلك ان البيكربونات اللي خليناها على الجدران ديال الحمام فهي تتصلب نوعا ما، وبالتالي ما نقدروش نفركوها او نحكوها بدون سائل. صافي تنفركو شويه ومن بعد تنشلو بالماء، والنتيجه اكثر من رائعه. المكان تيصبح تيبرق روعه، نظافه نقاوه. اوكي تشوفوا امامكم، نعم الفراش كذلك تحتاج لواحد تنظيف اسبوعي لاننا تنقضيو فيه ثلث اليوم ديالنا، وبالتالي تتراكم فيه خلايا ميته العرق وغير ذلك. لذلك يستحب اننا في كل صباح ما نعملوش او ما نصوبوش الفراش ديالنا مباشره بعد الاستيقاظ من النوم، بل خاصنا نخليوه متهوي هكا او معري كيف تشوفوا امامكم بضعه دقائق انذاك نصوبوه.
اما بالنسبه للتنظيف الاسبوعي فخديت عاده انني لما تنغير لي زور او الملايات فتنرش او تندردر على الفرج ديالي كيف تشوفوا امامكم بكربونات الصودا مره اخرى باستعمال الشبكه او الغربال، وتنخليها لمده على الاقل 30 دقيقه حتى تتفاعل، حتى البيكربونات الصودا تقوم بالعمل ديالها وتقتل المسببات ديال الروائح وغير ذلك. ثم تندوز عليها المكنسه الكهربائيه باش نحيد البيكربونات الصودا بطبيعه الحال. وهذه الخطوه هذه كذلك سنقوم بها قبل ما ندردر بيكربونات الصودا، يعني قبل وبعد، نسيت ما قلتها لكمش. وهكذا اصبح الفراش نظيف وصحي. آلة غسيل الملابس من أكثر الآلات اللي تنستعمل في البيت ديالي، تقريبا استعمال شبه يومي، لهذا ضروري من اهتم بها ونظفها شهريا، يعني مرة في الشهر ضروري ما نقوم بالخطوات الآتية اللي غادي نشارك معكم وتنشجعكم عليهم لأن النتيجة تكون أكثر من رائعة. وأول حاجة غادي نقوم بها وهي تحضير المنظف ديالنا باستعمال بيكربونات الصودا، غناخدو منه مقدارين أو قياسين وقياس واحد من الماء وتنخلطوه جيدا. غادي ناخدو الخلطة ديالنا وكذلك واحد الإسفنج وغادي نمسحو به الداخل ديال الآلة كلها كيف تشوفوا أمامكم. من بعد الخطوة فحنا تنحتاجو لواحد المنديل أو فوطة من هاد النوع هذا اللي خاصو يكون فازك أو مبلل، وتنمسحو الماكسيموم ديال بيكربونات الصودا اللي عندنا في الآلة، وحتى الا تبقى لنا شويه ماشي مهم لان الخطوه المواليه غادي تنظف الباقي. كيف قلت لكم بالنسبه للخطوه المواليه غادي نحتاجوا لها كوب من الخل الابيض و7 الى 10 قطرات من زيت شجره الشاي، هذا طبعا اختياري لكن سبق وقلت لكم علاش نستعملوه، الدور جد مهم. هذه الخلطه هذه قويه وفعاله. وبعد ذلك فحنا غادي نكبوه في المكان المعتاد اللي كنوضعوا فيه المنظف ديالنا في اله الغسيل، وغنشغلوا الاله وعلى الدوره اللي تستعمل الماء السخن صافي، ونخليوه يتفاعل وينظف. والان بقى لنا مكان واحد باقي ما نظفناهش في اله الغسيل واللي هو اهم واحد لانه هو بؤره الروائح اللي تكون عندنا في الماكينه، وهو هذا المكان هذا اللي تشوفوا امامكم. بالنسبه لهذا المكان غادي ننظفوه بالخل الابيض ومنظف الاواني، غادي ناخذ منهم نفس المقدار، غادي نخلطهم جيدا ومن بعد ناخذ اسفنجه وغادي نمسحوا الداخل جيدا والخارج جيدا كيف تشوفوا امامكم، وغادي نفركوا نوعا ما. من بعد ذلك حنا تناخذوا منديل مبلل وتنمسحوا، وفي الاخير فحنا تنحصلوا على واحد النتيجه رائعه وجد مرضيه واقتصاديه كيف شفتوا، وليست بمتعبه ولو ان تبان لكم فيها خطوات كثيره لكن ليست بمتعبه. وكانت هذه هي طريقتي في تنظيف هذه الاماكن، وهذو هما المنظفات اللي تنستعمل. كيف غتكون لاحظتوا ما تنستعملش منظفات كيميائيه لانهم مضرين بالصحه، زائد ان هذه المنظفات اللي شاركت معهم اكثر فعاليه واحسن بكثير من المنظفات اللي تنشريو. نتمنى انكم تجربوهم وترجعوا تكتبوهم لي في التعليق، فهذا الشيء تيفرحني. ما بقى لي غنخليكم في امان الله، والسلام عليكم.